لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة فهد عبد الرحمن نائب الأمين العام للإغاثة والمشاريع والمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن نتحدث عن جهود مكثفة لدولة الإمارات بهذا الإطار بأمراض عدة، لتصدي لأمراض عدة. لو بدأنا بشلل الأطفال والاستراتيجية هذه ل 2018، كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر؟ صحيح، طبعا من مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لتغطية مساحة أكبر من العالم، وخاصة في المناطق أو في الدول التي لديها شلل أطفال ولم يتم تطعيم الأطفال من هذا المرض أو الأمراض الثانية. بدأ طبعا بباكستان ومن ثم أفغانستان، وهناك طبعا مشاريع أخرى داخل سوريا بالتنسيق مع منظمات دولية في فلسطين في اليمن. فدائما طبعا حكومة دولة الإمارات، وإذا نتكلم اليوم عن الهلال الأحمر الإماراتي كذراع إنساني للإمارات، نعمل على عمل حماية وعمل تطعيمات بحاجة لهؤلاء الأطفال، سواء كانت في دول بها أمراض مثل كوليرا أو غيرها أو كانت شلل الأطفال. كيف تتم هكذا مبادرة؟ كيف تتم على الأرض الآلية سعادة فهد؟ يعني تضعون الأولويات فيما يتعلق بالبلدان طبعا، وركزنا نحن وحضرتك على أفغانستان وباكستان، وأيضا بالحالات أم لا يتم استثناء أحد على الأقل كأولويات؟ يعني أتحدث لا ما نستثني أحد. العمل على إيجاد تطعيمات لما قبل المرض، وأن هنالك كانت أمراض بحاجة إلى علاج خاص في بعض المستشفيات يتم علاجها. نعم، يعني لا صحيح، يعني تقدمون المبالغ التي تطال يعني الجميع طبعاً، وتكون كافية للجميع. أيوة، نعمل على خطة متكاملة بالتنسيق طبعا مع المنظمات الدولية لديها خبرة في هذا المجال، فرق طبية ومتطوعين من الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى الحكومة في كل دولة لمعرفة إن كان تم أخذ هذا النوع من المحاليل أو لا. ما العمر الذي تستهدفونه؟ يعني وأقصى سن يجب الوصول إليها لأخذ اللقاحات؟ طبعا يعتمد على بنية الطفل من دولة لدولة. هنالك طبعا أعمار معينة نقوم بها. طبعا الدول المتطورة مثل الإمارات لديها خطة ولديها مواعيد ثابتة للأسر، ولكن الدول هذه الفقيرة التي ليس لديها طبعا دعم من هذا النوع أو مواعيد مخصصة بحكم الفقر أو مسافات بعيدة عن المدن، فيتم تطعيم لمعظمهم لجميع الأطفال. اليوم نتكلم عن طفل إن كان صغير من بداية الولادة أو نتكلم إلى ما بعد العشر سنوات، لابد من أخذ هذا التطعيم لحماية الأطفال بقدر المستطاع وتغطية جميع المناطق. أبرز وتقييدها صحيح تكرارها من مؤسسات ثانية طبعا، ويتم اعتمادها بقوائم وتسليمها للحكومة سواء كانت في باكستان خلال السنوات الماضية وما زالت مستمرة. أبرز أمراض تركز عليها أيضا الإمارات في جهودها غير موضوع شلل الأطفال؟ مثل ما تعرف موضوع الكوليرا في الآونة الأخيرة اللي غطت بعض، أو نتكلم عن اليمن اللي هي تم التنسيق مع منظمات دولية ومع فرق الهلال في المناطق اللي تم تحريرها. موضوع الكوليرا شغالين عليها بشكل كبير، إضافة إلى بالتنسيق مع منظمة أمريكية تعمل حاليا في فلسطين في غزة وفي بعض المناطق في فلسطين لتغطية عدد كبير من يعني التطعيمات للأطفال على مدى 3 سنوات. أنا أشكرك جزيلا. من أبو ظبي سعادة فهد عبد الرحمن نائب الأمين العام للإغاثة والمشاريع والمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي.